أنا موجودة في مكان، أولا جاية لعدة أسباب. أولا أجهز الرمضان، أبغى أجهز أشياء الرمضان. ثانيا عندي العمارية، العمارية عندنا يعني ما شاء الله مكان كبير، وأبغى أخذ كذا أشياء كبيرة علشان البوفيهات والأمور هذه. ثالثا قاعدة أقول لكم على عروض مرة حلوة، صدق صدق لا تفوتون ولا سناب. طبعا أنا موجودة في أمجاد المتحدة، بس أبغى أوريكم عدة أشياء. الكلام اللي أنا قاعدة أوجهه للناس يعني اللي يبغون أشياء لبيتهم، وبرضو حتى مثلاً أصحاب المحلات اللي يبغون المحلات أو البيوت اللي يبغون أشياء كذا، ثلاجات في الأشياء الكبيرة، في الأشياء الأصغر، مثلاً العصائر، اللحوم وغيرها، أشياء مرة كثيرة. مثلاً هذه للمحلات التجارية اللي عندهم مطاعم، عندهم كافيهات. وهنا أنا هذه بعد مرة عجبتني وبسأله، شوفوا هذه، هذه يعني مثلاً للعصائر صح؟ اي هذه للعصاير، الورقيات بشكل عام، العصاير والورقيات بشكل عام. وهذه ثلاجات، هذه نعم ثلاجة للعصاير والورقيات تبريد. اي هذه كبيرة، كم باب؟ أربع أبواب. سوبر ماركت مثلا، سوبر ماركت، او حتى انا مثلا اذا عندي بيتي ابغى شيء كبير تنفع. وهذه بابين، هذه بابين فريزر تجميد. هذا فريزر وهذا ثلاجة، في فرق يعني بينهم. ما شاء الله هذا الفريزر، هذا اللي احس انا بعد ينفع لي، لان مثل ما قلت لكم عندنا العماريه ابغى شيء كذا خلاص احط فيه اشياء دائما. هذا 4 ابواب فريزر مره حلو. هذه سالت عنها، قال هذه تبريد الدواجن والعصيرات، هذه ما تجي ورقيات. قلت له ايش الفرق فيها؟ قلت لي الفرق انها اقرب انها تكون تجميد. حبيت يعني هذه مثلا اذا مثلا انا ابغى احط الدجاج ولحم وكذا وما ابغاه يكون مجمد، لا يعني نسبه تبريد مختلفه. هذا منه يجي باب 3 ابواب، هذا يجي بابين. حبيت يعني واحده من المعلومات، في بعض المنتجات عندهم تكون الباب بهذه الطريقه وبعضها يكون الباب السحب. طبعا هذا على حسب المنتجات، مثلا هذيك اللي هي الباب السحب شايفينها لو حلوه. قلت لي عن هذه، اي هذه بحكم ان رمضان مقبل واهل الخير مقبلين معها ان شاء الله، هذه الثلاجات تستخدم في المساجد. توبة تقدرين تحطين المويه هنا تنحط، ولاحظناه في المساجد عاده في فراغ فوق بس انه ما مبرد يحطون فيه التمر، فاحنا اخترعنا انه ايش نحط التمور هنا تصير مع تبريد. مع تبريد هذه يعني تنحط بالمساجد. ممكن تكون باب واحد او بابين او بابين. حبيت والله، هنا تنحط المويه مثلا والعصاير، وهنا ينحط التمور. صحيح. هذه الاجبان واللحوم، طبعا هذه للمحلات والسوبر ماركت وكذا. وهذه للاسماك. هذه السلطات والمقبلات. هذه عادي يعني احس صراحه لو واحده تبغى شيء مميز بوفيه عادي. وهذه مشويات وعصيرات. مشويات وعصيرات، اوكي. وهنا تبريد عادي باب واحد. هذا تبريد باب واحد، يعني مثلا مويه وغيره صحيح؟ واسعارهم على فكره ترى مره ممتازه. وهذه بابين اللي هو عصيرات ومويه وغيره. ايه يعني ما شاء الله كل هذه اللي انا صورتها لكم كلها منتجات وطنيه 100%، يعني تصنيع وكل شيء سعودي 100%. 45 قدم. وهذه السحاب منها، هذه تبريد العادي صح؟ تبريد العادي. وهنا ال 50 قدم تجي سحاب فقط. هذه ال 50 قدم تجي فقط اللي هو السحاب. هذه منتج وطني، تعتبر ثلاجات المكشوفه مثلا سوبر ماركت او بعض الكافيهات وغيره. وهذه صيني بانكوك. اوكي هذا منتج صيني، كلهم صراحة حلوين. وهذه ثلاجات، هذه برضو هذه أحس تصلح للبيوت صح؟ هذه للبيوت والمحلات ممتازة. في منها المغلق وفي منها زجاج. في منها يجي مغلق ويجي منها زجاج. هذه ثلاجات كبيرة تصلح للبيوت أو للمطاعم والكافيهات والمحلات. بعدين في 45 قدم، في 50 قدم، في منها 50 قدم وفي منها 45 قدم، في منها هذه 75 قدم، في اللي يجي 3 أبواب واللي يجي بابين. صحيح. افتح لي هذه الله يعافيك. حبيت تصلح مرة هذه. العمارية. اي هذه العمارية صح، حسيت. طبعا في ميزة تجي الكمبرسر العلوي وفي الكمبرسر السفلي زي ما انت شايفة. إذا تبون الكمبرسر السفلي أو إذا تبون العلوي. اللي يجي 75 قدم، 50 قدم، هذه اللي
هذه نفس اللي صورتها قبل شوي، بس الاختلاف انها تيجي هذا القزاز، والفرق برضو انه فقط هذا الخيار الوحيد فيها الكمبرسر السفلي، هذيك في منها علوي وسفلي. والصراحة هذه بعد تجنن تجنن. كم سعرها هذه الثلاث ابواب تقريبا؟ تبريد ولا تجميل؟ تبريد، في منها تبريد وفي منها تبريد. سعرها 16,000 11,500. ايه هذه 1000 لتر؟ 1000 لتر وفي منها 900. و900 هذه طبعا الفريزر. هذه نشوفها كثير بالسوبر ماركت، بس برضو تصلح للبيوت صح؟ تصلح للبيوت ممتازة، ونشوفها كثير بالسوبر ماركت والبقالات وغيرها. وبرضو هذول كلهم فريزر صح؟ حلوين هذول طبعا. يختلفون ايش الاختلاف بينهم؟ المساحة. المساحة ايه هنا بعد هذا مختلف الشكل. اللي يحبون مثلي وشرواي. هذا فريزر باب واحد، هذا كله فريزر. ايه تجميد. هذا الحين ورود، فقط الورود. فقط ايش؟ الورود. ورود. اوكي، هذا اللي عندهم محلات ورود. هذا يبي لي انا ما شاء الله مع الورود اللي جاتني. والله خيال. ايش بعد؟ هذه اللحوم. وهذه للحوم. تجيب هذه تجي تعليق وفوق، وفي منها ثلاثة بيبان تعليق فقط. تعليق اللي هي هذا يعلقون فيها اللحوم صح؟ اي نعم، وتجي رفوف زي ما انت شايف. وتجي رفوف. اوكي فهمت. اللي عندهم ذبايح وكذا. اللي بصور لكم اياها برضو حلوه، تصلح لاصحاب المكاتب اللي عندهم مكاتب، او اللي مثلا عندهم ايش اللي قلت لي؟ الجيمنج. اصحاب الجيمنج. ايوه بس انا عن نفسي اشوف مثلا حتى بالغرف تصلح. بالغرف هنا مثلا عندي انا مثلا غرفه النوم عندي ابغى ثلاجه كذا. اي شكلها مره مرتبه. اوريكم اياها ثلاجات مره ثلاث الوان واحجام مختلفه. هذه صراحه هذه تجنن اتجنن. تيجي قزاز ويجي منها الوان، في منها هذا وهذا الاسود. انا حبيت الستيل اكثر شيء. كيف افتحها؟ الجهه الثانيه. حبيت هذه. اذا عندكم مكتب، عندكم كذا، تبون شيء بالملحق، تبون شيء في الصاله اللي فوق بغرفتك، تحطين ادويه، تحطين كذا مشروبات سريع. حبيت هذا الحجم الاصغر، وفي هذه، وفي اكبر من هذا الحجم. اوكي هذه عاد اشكال ثانيه مختلفه منها. هذه اشوفها كثير بمحلات وكافيهات ومطاعم وغيره. هذه كبير يعني. هذه اللي اوكي حبيت. هذه طبعا المطاعم. مطاعم. هذه الكونترات حقت المطاعم. هذه اللي يجي فريزرات تجميد، وفيه ثلاجات طبعا تدريج للجمال. يجي هذه المغلق، ويجي هذاك اللي هو الشفاف يعني القزاز. طيب هذا لإيش؟ هذه سلطات. برضو سلطات. هذه كلها مطاعم. هذه السلطات وغيرها أشوفها في المطاعم كثير، اللي هي أشياء التجهيز. هنا اللي يلفون. أوكي كنت بقول الشاورما. طلع البيتزا. وهذه؟ هذه سلطات. أوكي هذه يعني صراحة أسعارهم ممتازة للي عندهم. سلطات تنفع، عصيرات مشويات. اوكي سلطات وعصيرات مشويات. هذا منتج وطني 100%. المشويات والعصيرات. هذه الحلويات. هذه الحلويات. الله، لو انا مثلا عندي بزنس اسوي كيك باخذ هذه صدق. عندنا هذه برضه حلويات. متر وعشرين. هذه في المربع وفي المقوس والهرمي. اوكي مرة 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 حلو. ثلاجات منزلية. تجي ثلاجة كاملة. اوكي. 45 قدم. 45 قدم. هذه 45، هذه 50. هذه ثلاجة. وهذه؟ هذه ثلاجة تجي بابين واجهتين. باب من هنا. ثلاجة. حبيت. هذه ثلاجة تقدرين تفتحينها من هنا، وتقدرين تفتحينها من الجهة الثانية. هذه ممتازة. هذه اللي هي المويه. أيه برادات المويه من الكوثر. عند البيوت قصدك؟ عند البيوت المساجد. او المدارس بعد. بعض المدارس يستخدمونها طبعا. يختلف. هذه كم لتر؟ هذه 240 لتر. شوفوا الى اصغر شيء هناك. وهذه بعد، هذه انا كثير اشوفها بالمدارس. اول هذه نافوره في الصغير وفي الكبير. وهذه بعد منتج وطني قلت لي صح؟ هذا كونتر الخدمه. هذا كونتر الخدمه. هذه حلويات. هذا الحلويات. هذه منتجات وطنيه. وهذا ايش؟ هذا
هذا مكيف صحراوي. هذا مكيف صحراوي زي ما انت شايف هنا، يجي كرتون وفي يجي قش. اوكي هذا المكيف الصحراوي، هذا مكيف صحراوي متنقل. هذا مختلف، هذا مرة كبير. هذا المتنقل كم حصان قلت لي؟ نص ثلاث سرعات. هذه طبعا المكيفات اللي عندكم. في شيء اللي أنا من دخلت بس قاعدة أنتظر أتكلم عنها، ليش؟ لأني أنا أصلا قاعدة أدور عليها، أبغاها للملحق عندي. هذه من بانكول اللي هي الطاولة الذكية. اوكي هذه طاولة مثل ما انتم شايفينها وتجنن وتهبل، تجي منها الوان وفي نفس الوقت ثلاجة وفي نفس الوقت سبيكر، صح؟ سماعات فيها 2 يو اس بي للشحن، 2 يو اس بي للشحن، 3 في واحد. ثلاثة في واحد. طاولة لها بابين درجين كلها ثلاجات سماعات. اوكي نقدر نفتحها. واو شوفوا الصوت كيف واضح من هذه هنا، وهذه ثلاجة. الصوت واو. اي صح ما في زحمة اسلاك، بس واحد الظاهر. شيء مرة حلو فيها، تسمعون هذا الصوت؟ هذا مثل التنبيه اذا نسيتوا الباب مفتوح. صراحة انا مرة عجبتني، واللون هذا بالنسبة لي مرة واو. ايش الالوان الثانية؟ توقف باربع الوان، الذهبي اربع الوان كامل، والابيض والخشبي البني، خشبي بني والذهبي والاسود كامل والابيض. اوكي وهي عليها خصم لمتابعيني اذا استخدموا كود الخصم SAR 15% يخصم 15%. معنا الاستاذ محمد راح يحكي لنا اكثر عن الشركه وعن الضمان اللي بالمنتجات. اول شيء احنا كان اسمنا امجاد الجزيره. امجاد الجزيره كانت ايوه اول لها 45 سنه في السوق، تحولت الى امجاد المتحده وهي امجاد المتحده ايوه. وبخصوص الضمان ايوه، الضمان على جميع المنتجات سنتين تمام، سواء على المكيفات سبيريت على الكمبروسر حقها 5 سنين. اوكي المكيفات الصحراويه على البادي حقها 5 سنين ايضا ضمان للصدى. اوكي والباقي العملاء من الصدف المكيفات الصحراويه فايش لها 5 سنين. اوكي فهمت عليك، والباقي سنتين. بخصوص التوصيل، المدن الرئيسيه توصيلها مجاني. حلو رائع. جميع المنتجات. وفي قبل شوي حكيت لي ان بكره او بعده تقريبا حتسوون مسابقه في تويتر. بكره ان شاء الله او بعده بالكثير بنسوي مسابقه على احد الطاولات يختار اللون الفائز اللي يبغاه في تويتر. في تويتر نوصل